تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي أحبه كل اثنين. هذا هو برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا، إذاعة نور دبي. نذكركم في البداية برقم التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، بكون معاكم تقريبا على مدى ساعة الهواء، نطرح فيها المواضيع الطبية الشيقة الحديثة، إشاعات طبية منتشرة، بعض المواضيع وأخبار هيئة الصحة الدارجة حاليا في الساحة. بيكون معاي في خلال هالساعة المخرج عيسى سبيل. صباحك ورد يا عيسى، يدعمني في هذا البرنامج ما شاء الله عليه، عيسى دائما يكون معي، أنا صراحة أحس أن أنا مرتاحة على الهواء يكون معك مخرج فنان نفس عيسى. يعطيك ألف عافية يا عيسى، ما تقصر معي دائما. أعزائي المستمعين، إحنا دائما نقول هذا برنامجكم، مذيع يتم يسولف ساعة على الهواء ممل، الناس تمل وتسكر الراديو، لكن لما يكون في تفاعل تشاركوني، طرشون مسجاتكم، تتصلون في البرنامج، ناقشوا معنا أي موضوع طبي تحبونه، في مشكلة طبية عندكم، استشارة، ورد أكد استشارة مبدئية عشان قبل ما تروحون العيادة أو المستشفى، اقتراح، شكوى، ملاحظة، ترى في النهاية ما في خدمة تتحسن، في رأيي أنا الخدمة ما تتحسن إلا بآراء المتعاملين واللي يستقبلون الخدمة، لأن أنتوا تشوفونها من منظور مختلف عما نشوفها إحنا كموظفين. فأشجعكم أنكم تشاركون معاي، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة ونكون خفاف عليكم خلال هذه الساعة. رح نبتدي أولا بفقرة التغذية. رح يكون معانا اليوم أخصائية التغذية هنادي حسني، بتكلمنا عن تغذية مرض النقرس. صباحك ورد أختي هنادي. صباح الخير، يا هلا. يا هلا فيك في صحة وسعادة. خبرينا أول شيء تعريف مبسط، ما هو النقرس؟ ممكن يعني مر سريعا على أسبابه، وشو هي التغذية المثالية لمريض النقرس؟ إن شاء الله. بداية بحب أصبح على جمهورنا الكرام، ورح اليوم حلقتنا رح تكون عن نظام الغذائي لمريض النقرس. هلا كتير دراسات بتقول إنه النظام الغذائي له دور مهم كبير في علاج مرض النقرس وتجنب أعراضه، لكن هو ليس علاج شافي. إذا كانت النسبة جدا مرتفعة قد يحتاج المريض إلى تناول بعض الأدوية، والنظام الغذائي بيكون مدعم في تقليل اللي هو نسبة حمض اليوريك في الدم. هلا إيش هو مرض النقرس وكيف نتجنبه وكيف نعالجه؟ كل هاي الأشياء رح نتطرق إليها اليوم إن شاء الله في حلقتنا. هلا مرض النقرس أو ما يعرف بمرض الملوك، بداء الملوك، أو اللي هو داء المفاصل، هو عبارة عن التهاب المفاصل نتيجة زيادة نسبة حمض اليوريك في الدم. نسبة حمض اليوريك بتكون مرتفعة في الدم، بيكون أكتر مستواها عن 6 ميلي جرام لكل ديسيليتر من الدم. هلا بالمعتاد عند الأشخاص العاديين حمض اليوريك بيذوب في الدم وبخرج، يتم تخلص منه عن طريق البول، لكن في بعض الأحيان عند الأشخاص اللي بيعانوا من هذا المرض بيقوم جسمهم بإنتاج كميات كبيرة من حمض اليوريك، بتم التخلص من جزء من هاي الكمية، لكن الباقي بتراكم على شكل بلورات بتتجمع على المفاصل. هلأ تجمع هاي البلورات بيسبب التهابات شديدة وألام في المفاصل، وهذا اللي بنسميه مرض النقرس. هلأ حمض اليوريك من وين بيجي؟ له مصدرين، إما إنه الجسم بنتجه نتيجة تحطم الخلايا نتيجة أمراض معينة، أو إما عن طريق الأغذية. تغذية الإنسان قد تحتوي على كميات عالية من البروتينات وعلى الأخص اللحوم الحمراء والأحشاء الداخلية للحيوان، فهاي بتسبب إلى ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم. هلأ في عدة عوامل بتزيد خطر الإصابة بمرض النقرس أو ارتفاع اللي هو حمض اليوريك في الدم،
منها النظام الغذائي، مثل ما قلنا إذا الإنسان تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، من الكحول، كمان شرب الكحول بالسبب الأساسي لارتفاع حمض اليوريك في الدم، الأحشاء الداخلية للحيوان، هاي كلياتها بتسبب إلى ارتفاع حمض اليوريك. كمان السمنة، زيادة الوزن بشكل مفرط بتؤدي إلى ارتفاع كمان نسبة حمض اليوريك في الدم. والجنس، هلأ الرجال أكثر عرضة من النساء بارتفاع اللي هو حمض اليوريك والإصابة بمرض النقرس. ممتاز. هلأ بعض الأشخاص اللي بتناولوا أدوية باستمرار ممكن يكون كمضاعفات جانبية لهاي الأدوية اللي هو ترفع حمض اليوريك في الدم، وكمان في بعض الحالات المرضية مرتبطة بارتفاع حمض اليوريك مثل ارتفاع ضغط الدم، إذا ما تم علاجه والسيطرة عليه قد يؤدي إلى ارتفاع كمان حمض اليوريك في الدم، وأمراض القلب كمان والكلى كمان ممكن تؤدي كمان إلى ارتفاع حمض اليوريك كمان في الدم. هلأ كيف إحنا نقي أنفسنا من ارتفاع نسبة حمض اليوريك أو من مرض النقرس؟ أول شيء توجب علينا اتباع نظام غذائي صحي والحد من تناول الأكلات اللي بتحتوي على مستوى عالي من البيورين. هلأ أنا رح أصنف الأطعمة لثلاث مجموعات. المجموعة الأولى هي أغذية ذات محتوى عالي من البيورين، ومريض النقرس أو اللي عنده حمض اليوريك بنسبة عالية هاي المجموعة يجب عليهم تجنبها. وهاي الأطعمة هي الأحشاء الداخلية للحيوان مثل الكبد، الكلى، القلب، هلأ وبعض أنواع الأسماك مثل سمك الماكريل، الأنشوجة، هلأ بعض أنواع الخضار مثل الفطر، تجنب تناول الكحول، تجنب تناول العصائر اللي هي فيها سكر الفركتوز، هاي كلياتها يجب عليه تجنبها لأنها محتواها عالي بحمض اليوريك. هلأ في عنا المجموعة الثانية اللي محتواها متوسط من البيورينات اللي هو حمض اليوريك، هاي يجب علينا تناولها بكميات محدودة، ومن ضمنها اللي هي البقوليات مثل الحمص، الفول، العدس، الدجاج، سمك التونة، تحتوي على حمض اليوريك لكن بكمية أقل، وبالتالي اللي بيعاني من مرض النقرس أو عنده حمض اليوريك مرتفع بتناولها لكن بكميات محدودة مو بإفراط. هلأ المجموعة الثالثة اللي هي أغذية قليلة المحتوى وبإمكانه تناولها في أي وقت بأي كمية، اللي هي جميع أنواع الخضروات ما عدا مثل ما قلنا بعض أنواع الخضروات مثل الفطر، الهليون، هلأ هاي لأنه محتواها عالي بحمض اليوريك. جميع أنواع الفاكهة في يتناولها بدون حذر لأن هي ما فيها حمض اليوريك. المكسرات كمان ممكن تناولها. هلأ بالإضافة إلى زي ما قلنا تصنيفات الأغذية، يجب الإكثار من شرب السوائل تقريبا من لترين إلى ثلاث لترات في اليوم، لأن السوائل تعمل على غسل الجسم من حمض اليوريك وإخراجه عن طريق البول، وكمان تجنب شرب الكحول، ممارسة الرياضة تقريبا 30 دقيقة كل يوم، الحفاظ على وزن مناسب مثل ما قلنا لأنه زيادة الوزن والسمنة قد تكون عامل من إحدى عوامل رفع اللي هو مستوى حمض اليوريك في الدم. في دراسات كتير بتقول كمان شرب القهوة باعتدال طبعا، يعني من تقريبا 2 فنجان إلى 3 فنجان في اليوم قد تساعد على خفض نسبة حمض اليوريك في الدم. هلأ وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي النصائح، يعني اللي قدمناها النصائح التغذوية. هلأ نصيحة أخيرة للأشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع حمض اليوريك أو مرض النقرس، توجب عليهم إجراء الفحص الدم لحمض اليوريك تقريبا مرتين سنويا للإطمئنان على النسبة. هلأ إذا كانت النسبة عالية يجب مراجعة الطبيب، وقد يحتاج المريض إلى أخذ أدوية للسيطرة على هاي النسبة بالإضافة للحمية الغذائية زي ما قلنا بتكون عامل مساعد لخفض النسبة في الدم. ممتاز، شاكرة لك أخصائية التغذية هنادي حسني هذه المداخلة الجميلة بخصوص تغذية مرض النقرس. شكرا لك ونهارك سعيد. أهلا وسهلا فيك، حياك. شكرا لك. شكرا. طبعا مرض النقرس هو عبارة عن مرض كبير وواسع وايد الأعراض. بالعادة عشان ناس تعرف كيف، ناس تقول كيف أعرف أن أنا عندي مرض النقرس أو لا، طبعا غير التحاليل
الدورية الواحد يسويها، لكن بالعادة يبتدي بالتهاب مفاجئ في إصبع القدم الكبير. بالعاده معظم المرضى اللي يجونا التهاب مفاجئ، ما يكون في شيء، يعني نايم يوم قبل ما في شيء، يصحى الصبح يلاقي فجاه اصبع قدمه ملتهب ويكون حار حار ومورم. فهذه بالعاده تكون دلاله على اصابه مرض النقرس. طبعا الرياضه ونمط الحياه الصحي وتناول المعتدل لجميع الاغذيه، مثل ما تعرفوا انا ما احب استخدم مصطلح صحي، كل اكل صحي اذا اخذناه ضمن الحدود، واحنا عشان نكون ضمن حدود الصحيه لبرنامج صحه وسعاده لازم نطلع فاصل، فراح نطلع فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل نقراكم الدراسه وعندنا ضيف راح يكون معي في الاستوديو، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحه وسعاده. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحه وسعادة. مثل ما تعرفون الألعاب الحكومية خطوتين إن شاء الله من اليوم، تعد هذه الألعاب الحكومية أول بطولة حكومية تهدف إلى تحفيز التعاون وروح الفريق بين موظفي الحكومة. أطلق هذه البطولة عام 2018 سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وهي تهدف إلى تعزيز دور الرياضة في دبي. في الوقت نفسه تمثل هالمنافسات فرصة مهمة لهيئة الصحة بدبي لتعزيز توجهاتها الرامية لمستقبل صحة أفضل وجودة حياة أفضل، كما تمثل فرصة أخرى لموظفيها الذين يشاركون في هذه الألعاب تعبيرا منهم وتأكيدا على أهمية الرياضة واتباع أنماط الحياة الصحية والسليمة. بنتكلم عن مشاركة الهيئة واستعداداتها لهالمنافسات. يكون معانا اليوم في الاستوديو إن شاء الله الأستاذ حمزة عباس مدير المشروعات الرياضية وبرامج المجتمع في هيئة الصحة بدبي. يا صباح الورد أخي حمزة. صباح النور. يا هلا والله. يا هلا فيك. خبرنا ها شو استعداداتنا حق الألعاب الحكومية؟ بسم الله مجهزين. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر شيخ حمدان بن محمد على هذه المبادرة للسنة الثانية. وهدف الأساس من المبادرة تكوين روح الفريق. صحيح. وعمل الفريق بروح وحده مع بعض كمجموعة من 7 لاعبة. كل واحد عنده شيء من القوة من فكر عنده في نوع من الفريق، في قيادة في الفريق. والسنة زودوا كابتن فريق. حلو. ومدير الفريق زيادة بعد كناحية إجراءات الإدارية يسويها مدير الفريق. ممتاز. اللاعب يكونون مركزين على التحدي. وبالتالي نحن كهيئة الصحة الحمد لله بتوجيهات معالي حميد القطامي أن خلي رياضة أسلوب حياة في هيئة الصحة بجانب الصحة الموجودة. ما دام في صحة إنسان بينتج وبينجز في العمل. صح. أكثر من إنسان اللي ما يمارس رياضة ولا شيء. وبالتالي نحن السنة الحمد لله الفريقين يتمرنوا خلال شهر ونص تقريبا. ممتاز. في 3 مراكز، ونحن إن شاء الله أمام هذا التحدي ونكون إن شاء الله بداية يوم الأربعاء السيدات إن شاء الله، وإن شاء الله يوم الخميس الشباب. والبطولة هذه السنة بعد أقوى من السنة الماضية، وتحدي أكثر وألعاب أكثر. هي. ونوعية الألعاب غيروا من السنة الماضية. ممتاز. السنة حتى في لعبة الذكاء بيتغير. السنة الماضية لعبة الذكاء كان يعني أنا ألعب اليوم أي غيري يصور. هي. يشوف اللعبة. يحفظها. أوكي. السنة إن شاء الله بيتم تغييرها أكيد، هذا بعد بقى ملاحظات من الدوائر وهذا. أن يكون في عدالة في الموضوع شوية. وبالتالي كثروا نوع التحدي. يعني السنة الماضية البنات كانوا 6 حواجز، السنة سووا لهم 9. ما شاء الله. يعني شكل شباب 9 هم 9. وبالتالي نحن شفنا بعض الألعاب الموجودة ويسوونها قوية صراحة. تبالي همة، تبالي تركيز، تبالي نشاط، ويكون الفريق منسجمين ويا بعض طبعا عشان أكيد. يمشون يعني بالضبط. مثل ما انت ذكرت اخوي حمزة، هو الاساس منه تعزيز روح الفريق. هو مو انا يعني مو انا بفوز، هو الفريق يفوز. وكيف تناقض في هاي المبادرة؟ ما في اخوي اسمه انا. صح فريق طبعا. فريق كل فريق لاعبين، كل واحد عنده توزيع الادوار بينهم. كل واحد يكمل الثاني. بالضبط. كابتن الفريق يوزع الادوار. يعني يشوفني انا في اللياقة أكثر. يشوف واحد ثاني في الذكاء أكثر. يعني 2 احتياط هم 7. صح. يلعبون 5 و2 احتياط. ممتاز. كل حطة ممكن واحد يكون أحسن من الثاني. والثاني يصير يلعب. بالضبط. الحين قلت إن الألعاب الحكومية السنة أقوى من السنة اللي فاتت. مية. إحنا شو مجهزين لك؟ كيف دربنا فريقنا؟ شو جهزنا لهم؟ نحن أول شيء زادوا في فرقنا لاعبين يداد. نعم. وفي البنات والشباب. جماعة السابقين عندهم فكرة عن ألعاب السنة الماضية. في بعض الألعاب عندهم خبرة
في موضوع السلم البشري، في جامبينج، في دراجات، وهذا هم عندهم بعض الأفكار الخبرات السابقة خذوهم السنة الماضية. صحيح. وبالتالي يساعدون جماعة اللي وياهم الإيداد. ونحن السنة ركزنا الألعاب الموجودة في مراكز اللياقة، اخترنا المراكز اللي ممكن نحن نستفيد من الأجهزة اللي موجودة عندهم. جميل. في بعض المراكز في بعض الأجهزة، في بعض المراكز ما في أجهزة هاي. نصير إحنا ننوع، إحنا والدوائر الثانية يعني نعرف من خبرات سابقة من السنة الماضية كل الدوائر يستعينون بالمراكز اللي هم فيها الألعاب. صحيح. وممكن يسوونه يعني مو بألعاب 100% بنقول، بس في ألعاب موجودة ممكن هم يفاجئونك بألعاب أنت ما تدرين. بالضبط. صح. إيه. صح. والسنة في ألعاب فيها حلقة، في يعني ألعاب خطيرة صراحة. ممتاز. أخوي حمزة، بما أنك أنت ما شاء الله مدير أنشطة رياضية، وحدة في صحة وسعادة، نشدد على ونأكد على موضوع أن التغذية مع الرياضة. فريقنا هل سويتوا له نظام غذائي على شيكو تشيز امباتيك وجاهز وفت والله فريقنا كتغذية هم مو يتغذون، بس يأخذون بروتينات. نحن سوينا لهم هذا كنوع من التقوية، المدرب اللي موجود عندهم يأخذون هالمواضيع هذا كنوع من التغذية، وهذا تقوية العضلات، وهذا يأخذون هم عنا. نحن أخ بدر أصلا مدرب. ممتاز. في الجيم هذا مال حمل أثقال، وهذا هو كمدرب يعني نستفيد من خبراته بعد في الموضوع. جميل. الحين لو حد من موظفي هيئة الصحة يسمع الحين البرنامج وحاب إنه يكون جزء من فريق هيئة الصحة، شو الشروط؟ مثلاً تبون طول معين، تبون وزن معين، تبون خبرة معينة؟ حالياً وقفوا تجيل من فترة موقفين. وهذا بالعكس، نحن اللي عنده قوة وحاب يمارس، وفي إقبال وايد علينا، يقولون أنتوا ليش ما شاركونا، نبغى نشارك. صحيح. نحن ما عندنا مشكلة. في إن شاء الله المرحلة الجاية في سبارتن ريس في شهر رمضان، في سبارتن ريس. صح. في ناس في برشة اللي حاب يشارك أهلا وسهلا، من هناك الحكم ممكن يجربه. هل صح. هو بيقدر هناك تربع فيها ألعاب تحدي. نفس تقريبا، مو بس سباق عادي، بس لا تحدي، ألعاب تحدي، سبارتن تحدي. ممتاز. ممتاز. وبالتالي احنا شاركنا مجموعة من الشباب عندنا في الدائرة الحين شاركوا، بس في ألعاب حكومية ما شاركوا. جميل. في سبارتن شاركوا، ممكن السنة الجاية يشاركون ويانا. صحيح. نخليهم في الفريق، نغير الفريق. ممتاز. نعطي فرصة للناس الآخرين يشاركون. صح. ما نخلي على هالسبعة دائما. يمكن هاي السبعة يكون عندهم ظروف. صحيح. ظروف شغل، ظروف العائلي، شيء عندهم. ممكن نختار غيرهم، على الأقل في ناس يكونون جاهزين وجودين أصلا. ممتاز. وبالتالي نحن ندعو كل موظفين هيئة الصحة اللي حاب يشارك من جنسين، يعني اللي حاب يشارك أهلا وسهلا. يعني أنت قلت الألعاب الحكومية تبتدي الأربعاء، كم يوم بتستمر الألعاب الحكومية وتطلع النتائج؟ من تاريخ 3 إلى تاريخ 6. 6 ويتم إعلان الفريق الفائز. لكن المجموعة يأخذون 6 فرق، 6 فرق. ست فرق سيدات، هي ست فرق شباب. والتقون في النهائي. التقون في النهائي. إيه؟ ان شاء الله نشوف فريقنا ان شاء الله ضمن النهائيات. السنه الماضيه الحمد لله السيدات صعدوا النهائيات. صحيح. صحيح. ان شاء الله نترياهم السنه ان شاء الله هالسنه. إن شاء الله. مثل ما قلنا، هو هالنوع من التحديات تعنى ببناء روح الفريق. انت شو تحس في فريقنا بعد ما اول مره شاركوا؟ ايش قال تغير روح الفريق عندهم؟ التعاون بينهم، التفاهم صار بينهم اكثر ممكن. والله اللي أنا ملاحظ وياهم ودوم وياهم هذا، الحمد لله يعني هم شباب منسجمين ويا بعض. حتى البنات دكتورة مهناز وهذا من نوع ما شاء الله حماسية في الألعاب يعني. صحيح. ومجتهدة وتركز في مع الأخوات الموجودات ويا في الفريق. والحمد لله هم مركزين، وهم حماسهم أكثر مني أنا صراحة. أكيد. أنهم يبون يشاركون ويتريون السباق إن شاء الله. إنزين، المجتمعين اللي حابين يتابعون الألعاب الحكومية ويشوفونه، وين ممكن يسيرون وكيف يصلون الألعاب الحكومية؟ إنزين، سؤال حلو. نحن نزلنا إعلان، لأن الألعاب يبالها مشجعين حماس. أيوة بالضبط. نحن نزلنا إعلان أن يوم الأربعاء بكون سيارة باصين عند مكتبة الطبية اللي حاب يصير في مستشفى راشد. مستشفى راشد الساعة 3، لأن سباق 4 مكان جريب يعني مو بعيد. الساعة 3 اللي حاب يصير يشجع فريق الهيئة، ومفروض يصيرون صراحة، مفروض يكون لازم. موجودين حياهم الله، والباصات موجودة، وبنوجههم للمكان الموقع. الدعم مفتوحة للجميع والموظفين الهيئة، بس مفتوح لكل حد. لكل حد، بس شرط يشجع الهيئة. لا هي ما يشجع فريق ثاني، يشجع فريق ثاني لا تردونا بالباص، خلوناك. فالساعة 3 إن شاء الله يوم الأربعاء عند مكتبة الطبية في مستشفى راشد، باصين موجودين إن شاء الله. الأربعاء والخميس. الأربعاء والخميس الباصات موجودة عشان يودوكم إن شاء الله مكان الألعاب الحكومية في الكايت بيتش. بس شرط تشجعون الهيئة. إيه؟ اللي ما يشجع ما يرد بالباص، يتم في الكايت بيت. أنا شاكر لك أخوي حمزة عباس، هذه المداخلة الجميلة. أنت مدير مشروعات رياضية وبرامج المجتمع في هيئة الصحة بدبي، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق لكل الفرق.
احنا نلعب لعبة الحلو وروح الرياضية لكل الفرق وفريقنا ان شاء الله من ضمنهم. ان شاء الله وان شاء الله نتري من عندك ان شاء الله كل جديد على مشاركات فرقنا ان شاء الله في الألعاب الحكومية. جميع موظفين الهيئة ان شاء الله يشجعون فريق الهيئة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. والمسيره الجايه انا الكابتن ها توعدتني اكون الكابتن. ايه وبالتوفيق لجميع الفرق المشاركة ان شاء الله. ان شاء الله التوفيق لهم كلهم. واهم شيء اللعب الحلو المنافسة الحلوة النظيفة وروح التحدي الجميل اكيد وما في زعل في النهاية. ترى هو المهم اللعب الجميل. اللي بيجي بيطالع التحدي ما بيخسر شيء بالعكس بيستانس. مكان أكيد. جميل وتحدي والجو حلو بعد يساعد والجو حلو. أكيد بالضبط. شكرا لك أخوي عم حمزة وجودك معنا اليوم ونهارك سعيد. شكرا لك. تسلمين. شكرا. احنا رح نطلع حين فاصل إن شاء الله. بعد الفاصل رح أقرأ لكم دراسة وايد حلوة عن النوم وبعد هذا نأخذ آخر فقرة في صحة وسعادة. فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. التواصل على 600551414 ورسائل النصية على 4006. تجري هيئة الصحة بدبي الآن استعداداتها النهائية لخوض مرحلة جديدة من التحديات التي تحملها الدورة السادسة أي القادمة لبرنامج مسرعات دبي المستقبل. بعد أن اجتازت الهيئة 5 مراحل فاصلة تمكنت فيها من امتلاك مجموعة متقدمة من التقنيات والحلول الذكية هي الأحدث والأفضل عالميا. وإن كانت الهيئة قد نجحت خلال الدورات 5 الماضية من عمر المسرعات في توظيف آخر ما جاد به العالم من تكنولوجيا ووسائل وتجهيزات وبرامج ذكية مبتكرة في منشآتها الطبية، فإنها ترى أن الشوط الذي قطعته في هذا الطريق يمثل تحولا مهما في نظامها الصحي الذي أصبح يتصدر المشهد العام لحركة تطور الطب بعلومه وممارساته المهنية وتقنياته وخدماته المتنوعة. حول هذا الموضوع يسر أن يكون معنا اليوم عن طريق الهاتف الأستاذ خلود العلي أخصائي ورئيس فريق مسرعات المستقبل في هيئة الصحة بدبي. صباح الورد يا خلود. صباح النور دكتورة. هلا فيك. أول شيء طبعا كالعادة نبتدي أو شيء نعطي الناس فكرة ما هي مسرعات دبي المستقبل وشو أهميتها بالنسبة لهيئة الصحة بدبي؟ مسرعات دبي المستقبل هي عبارة عن مبادرة أطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد في آخر 2016، والهيئة هيئة الصحة في دبي تعتبر من أوائل الجهات الحكومية اللي شاركت في هاي المبادرة. المبادرة هاي الهدف منها إيجاد كل ما هو جديد ومبتكر في مجال الرعاية الصحية. نتعامل مع شركات ناشئة اللي تكون عندها حلول جدا مبتكرة مش موجودة أو مش متوفرة في أماكن ثانية من في العالم، بحيث أن تكون مدينة دبي يعني هي المنبع اللي تطلع منها النوع من التكنولوجيا. ممتاز. نحن صار لنا 5 دورات اشتركنا فيها. كل دورة مثل ما تفضلتي وقلتي تعاوننا مع شركات مختلفة، جتنا تقنيات مختلفة، بدينا مشاريع تدريبية وايد، وبعدنا نحن ياسين نكمل في نفس المساق، وحاليا ياسين نجهز حق الدورة السادسة. ممتاز. أختي خلود، أهم النتائج والأهداف اللي حققتها الهيئة في 5 دورات وشو محضرين للدورة السادسة؟ اوكي، اهم النتائج ان جرب ان في طبعا في مشاريع تجريبيه خلصنا سويناها، في مشاريع تجريبيه بعدها ongoing يعني النتائج بعدها ما طلعت، بس من المشاريع التجريبيه اللي سويناها اللي هي كانت العياده المتنقله اللي كل حد سمع فيها اللي هي توصل الرعايه الصحيه وتخلي الرعايه الصحيه متوفره حق الجمهور والافراد بشكل اسرع. لما سوينا المشروع التجريبي الناس وايد حبت هالفكرة وحابة أن مثل هالعيادات تكون متواجدة لهم سوايد في سواء كانت في الجهات الحكومية أو في الأماكن العامة. وبعد سوينا أشياء ثانية بإذن مثل جهاز يستخدمون الدكاترة اللي يسوون عمليات العمود الفقري تقلل مدة العملية من 6 ساعات ل3 ساعات. ممتاز. وحاليا هي بدينا اول تجربه نستخدم فيها الجهاز في مستشفى راشد وسووا فيها عمليه وان شاء الله النتائج بتطلع وراح نعلن عنها قريب يعني. ممتاز. بالاضافه للفحوصات واشياء ثانيه سويناها، الماسك اللي يلبسونه عشان يعالجون اعتلال شبكيه العين اللي يعانون منه مرضى السكر بعد. بس هذين الدراسات مثل ما انت عارفه دكتوره الدراسات هاي ما تسوينها في 3 شهور او شهرين،
يفضل انك تاخذينها على مدى بعيد عشان تشوفين النتائج بشكل افضل. صحيح أكيد. كل مشروع أو كل دراسة أو كل بحث تبين نتائجه على المدى البعيد. خلود، خبرينا عن شو أهمية أو قيمة مثل هالتقنيات الحديثة بالنسبة للمتعاملين، يعني هل بتقصر زمن انتظار، هل بتحسن تشخيص الأمراض، قيمتها بشكل عام بالنسبة للمتعاملين؟ يعني المتعامل لما يسمعنا الحين يقول زين أنتوا قاعد تسوون هالتقنيات، شو فادتها لي أنا كمتعامل؟ مثل ما قلتي أول شيء وقت الانتظار. الحين مثلا الواحد لما يصير العيادة يكون فيها ضغط، أوقات يضطر ينتظر مثلا ساعة. إذا كنت أنا حاطة هالعيادة، لأن الواحد ساعات يزور العيادة على شيء وايد بسيط، مثلا صداع أو شيء أو عارض صحي وايد بسيط. الحين لو أنا هالعيادة موفرتنها في كذا مكان، الحين بدل ما هو يروح يتريى في العيادة دورة قدامه مثلا 10 مرضى، يروح العيادة هذه اللي تكون متوفرة في كل مكان، سواء كانت في المول أو أي مكان ثاني. فبتقلل الضغط اللي يستوي في العيادة، يعني هو كمتعامل حتى ما يحتاج ينتظر هالوقت في العيادة، يعني لأن العيادة بتقول له إذا هو مثلا الحالة اللي فيها محتاجة أنه يزور مركز صحي، العيادة بتقول له هي لازم أنت تزور مركز صحي. في شيء ثاني بعد، الأشياء اللي التقنيات اللي نجيبها اللي تسرع شفاء المريض. مثلا في عندك أوقات حالات يمر فيها المريض محتاج العلاج الطبيعي، مثلا العلاج الطبيعي لازم المريض نفسه يروح الفيزيوثيرابي سنتر عشان يسوي التمارين. في عندنا تقنيات يبناها أن المريض يقدر يسوي هاي التمارين وهو في البيت، صحيح، والدكتور عن طريق النظام المرتبط بالجهاز والسيستم اللي موجود في مركز العلاج الطبيعي يقدر يتابع المريض، وإذا المريض جالس يسوي نشاطات بشكل صحيح ولا لا. بالضبط. فأنا بقلل الجهد اللي يسوي المريض، بدل ما يزور المركز 5 مرات بزوره مثلا 3 مرات. ممتاز. فهذه كلها أشياء يعني بتأثر فيهم، يعني بتقلل عليهم الضغط اللي يصير، بتقلل وقت الانتظار، وبعدين بتسرع من تشافيهم. يعني لأن الضغط اللي يصير في العيادات مثلا العلاج الطبيعي بدل ما تاخذينه 5 مرات ما تقدر مثلا، لانه وايد في ضغط يعطونك اياه مثلا مرتين. اما اذا انت عندك هالتقنيه في البيت بتقدرين تسوينها بشكل يومي. صحيح. اختي خلود، الحين الدوره السادسه بتبتدي، مخرجات الدورات اللي طافت متى بتبتدي الدوره السادسه؟ شهر 6 ان شاء الله. شهر 6 بعد رمضان. مخرجات الدورات اللي طافت ما شاء الله كان في اكثر مخرجات، متى تدخل فعليا حيز التطبيق، يعني الناس تقدر تستخدمها والمتعاملين يقدروا يستفيدوا منها، تقريبا كم تحتاج؟ شوفي على حسب الريزلت مال، يعني مثل ما قلت لك على حسب شو نوع التقنيه يعني. بس كل تقنيه يوم يجربونها يبالهم فتره 6 شهور لين سنه يجربونها، لان انت يوم بتجربين اشياء جديده على مرضى ما بتجاسفين على طول تاخذين التقنيه وتجربينها الا اذا كانت اشياء بسيطه. صحيح. ففي عندنا اشياء يعني تعرفين الحين ما نخلص الدراسه التجريبيه، عقب ان شاء الله الهيئه هي اللي بتتبنى المشروع، يعني بناء على النتيجة. مثلا لو الهيئة ما شافت عائد كبير أو ما شافت فيه تحسن كبير في الخدمة من خلال استخدامها التقنية، طبعا ما بتروح ولا بتستخدم ولا بتتبنى المشروع. صحيح. في كلمة أخيرة حابة تشاركينها معانا خلود؟ هي بس حابة أقول لك إن نحن الحين حاليا نجهز حق الدورة السادسة، ومركزين على 3 محاور وثلاث 3 تحديات، ونحاول ان نجيب شركات تساعدنا في هالتحديات. منها تسريع شفاء المريض، نحن ندور حاليا شركات لها تكنولوجيا تسرع من عمليه تشافي المريض سواء اللي في المستشفى او اللي خارج المستشفى. المحور الثاني نبغي الرعايه الصحيه تكون متوفره، الرعايه الصحيه المنزليه تكون متوفره بشكل اكبر. صح نحن حاليا في هيئة الصحة عندنا رعاية المسنين، الرعاية الصحية اللي توصل المسنين في البيت، بس نحن نبغى نطور الخدمة هاي بشكل أكبر، بحيث إنه نوفر فحوصات أكثر ممكن تتسوى للكبير السن الموجود في البيت. ممتاز. بحيث إنه تقل عدد الزيارات اللي هو محتاجينها للمستشفى. ممتاز. في سؤال خلود الحين طرى على بالي لما ذكرتيه موضوع الشركات، كيف تلاقون دعم الشركات؟ طبعا مسارعات المستقبل تعتمد كلها على اتوقع مثل ما يقول البروبوزل، او شو الشركات عندها انها تقدم افكار جديده او افكار مبتكره، فكيف تلاقون مع طرح كل دوره تجاوب الشركات المختلفه معاكم لتقديم افكار ابداعيه جديده؟
بشكل وايد كبير ما تخيلينه كيف. يعني يمكن على سايكل واحد احصل يمكن 1000 ابلكيشن ما شاء الله على الدوره الواحده. هي الدوره الواحده فنسوي لهم فلتر، نقابلهم نشوف شو احسن. يعني الحين مثلا عندي 2000 شركه، شو احسن خمسه في النهايه اللي انا اقدر اجيبهم اشتغل معاهم. ممتاز. وعلى اي اساس تختارون هالخمسه؟ شو المعايير اللي عندكم عشان تختارون اليونيكنس مال تميز الافكار؟ هي تميز الافكار مدى، يعني مدى تاثيرها على مدى فائدتها لهيئه الصحه في دبي، اذا هي تتطابق مع معايير هيئه الصحه في دبي ولا لا، اذا البرودكت اللي عندهم مثلا يكون مسجل عالميا ولا لا، مثلا اذا على حسب البرودكت محتاج مثلا FDA approval CE approval. هاي المعايير الاساسيه اللي احنا نشوفها، ومثل ما قلت لك مدى تميز المنتج نفسه وتاثيره على حياه المريض ايضا. ممتاز. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في الدورة السادسة من مسرعات دبي للمستقبل، وإن شاء الله إن شاء الله نشوف كل اللي تم تطبيقه أو كل اللي تم طرحه خلال الدورات السابقة إن شاء الله في حيز التنفيذ في أسرع وقت. أنا شاكرة لك خلود العلي، أخصائي ورئيس فريق مسرعات المستقبل، هذه المداخلة الجميلة، والتوفيق لخلود ونهارك سعيد. شكرا دكتورة. شكرا دكتورة. مع السلامة. مع السلامة. ما شاء الله العالم يقفز قفزات في المجال الصحي، وإحنا في دبي أتوقع من غير مبالغة، ما بكون أبالغ إذا قلت نحن نسبق العالم بالتن إكس بمسرعات المستقبل. الشيء المفروض يكون بعد 10 سنوات نبغى يكون موجود الحين، يدخل حيز التنفيذ الحين عشان نستفيد منه، يستفيد من المتعاملين، وإحنا في النهاية أيضا متعاملين وموظفين نستفيد من هالخدمات المسرعة. ما عندنا احنا وقت نتريل لان 10 سنوات قدام، كل شيء الان يجب ان يتحقق في زمن التسارع اللي نشوفه حاليا. واتوقع ان النظام الصحي هو الاولى انه يتم فيه التسارع بشكل اكبر بسبب طبيعه بعض الامراض، تاثير هالامراض على حياه الناس. ما اخفيكم طبعا انه لما الانسان يصاب باي نوع من انواع الامراض، حتى المرض المنتشر مثل السكري، كيف ياثر على حياته، على عمله، على اسرته، على نمط حياته بشكل عام. بس لو انا ببتدي اتكهن بالسكري قبل ان يدخل المريض هذا مرحله السكري نفسها، قبل المضاعفات، وهذا طبعا اقيس على السكري، اقيس عليه باقي الامراض الخبيثه وغيرها، لما انا اقدر اتوقع حدوثها قبل ان تحدث، تخيلوا أولا كم ننقذ من حياة المرضى، رقم اثنين إيش كثر سوف نحسن من حياة هؤلاء المرضى. أتوقع المرض قبل ما يستوي، أتدخل قبل ما يحدث المرض، بالتالي طبعا كل شيء بإيد رب العالمين، ولكن خلينا نقول 80% أمنع أو أؤخر نسبة حصول هذا المرض. فنتمنى كل التوفيق إن شاء الله لفريق مسرعات المستقبل. أنا بقراكم الحين دراسة، الدراسة هذه قريبة إلى قلبي لأن تتكلم عن النوم. تقول الدراسة: أصبح من الواضح أن النوم السيء في الليل يمكن يجعلك غاضبا، ولكن السبب وراء ذلك ظل غامضا بالنسبة للعلماء. إن شاء الله داش علينا رمضان إن شاء الله وتلاقون الناس كيف نفسيتهم الصبح وسبنهم طول الليل سهرانين. اعتقد الخبراء سابقا أن الأشخاص المتعبين يتفاعلون بشكل أسوأ مع المواقف المجهدة بسبب انخفاض نشاط الدماغ، لكن النظرية هذه أغلقت من قبل علماء سويديين قاموا لأول مرة بفحص أدمغة الأشخاص الذين ظلوا مستيقظين طوال الليل. وعن المشاركون الثمانون في الدراسة في سبيل إدارة عواطفهم وفقا لفريق البحث معهد كارولينسكا، ومع ذلك لم يظهروا أي تغيرات في مناطق معينة من الدماغ كما هو متوقع. قال أكاديميون بقيادة طالبة الدكتورة ساندرا تام إن نشاط منطقتي الدماغ، قشرة الفص الجبهي واللوزة المسؤولتين عن صنع القرار والعاطفة، يخمد عندما يكون الشخص متعبا. ومع ذلك لم يجري تأكيد النظرية مطلقا حتى بعد نشر الدراسة في مجلة The Royal Society Open Science. وجدت الدراسة أن تقييد النوم بضعف من قدرة أن تقييد النوم يضعف من قدرة المشارك على التحكم في عواطفه، وهو ما ذكره المشاركون أنفسهم. إن الناس اللي النوم عندها ما تأخذ حصة كافية من النوم، شو يستوي النشاط مناطق الدماغ المسؤولة عن العواطف تكون خامدة.
وهذا ما ذكره مشتركون أنفسهم. كما نعرض الصور السلبية بغض النظر عن حالة النوم والفئة العمرية أثر نشاطة مختلفة في مناطق المخ بما في ذلك منطقة اللوزة. على مستوى الدماغ بالكامل، لم يكن لتقييد النوم أي تأثير كبير على الاتصال بين اللوزة وأي منطقة في الدماغ. توجد أدلة تثبت أن فقدان النوم يمكن أن يفاقم حالة القلق والحزن ويعرقل السعادة والحماس ويرفع معدل الغضب. كما تبين أن الحرمان من النوم يقلل من قدرة الحمض النووي على إصلاح نفسه وربما يؤدي إلى أمراض وراثية. يذكر أن قلة النوم المنتظم تعرضك لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، يعني في ذلك السمنة، أمراض القلب، السكري، حيث يهدم الجهاز المناعي. أعتقد أنا كل مرة أكون في صحة وسعادة أشدد على أهمية أخذ قسط كافي من النوم. مو مسألة أنه ولازم أنام كافي، يعني وقت كافي عشان والله أنش نشيط للدوام. أنا أخذ قسط كافي من النوم عشان صحتي، عشان أستثمر في صحتي لسنوات قدام. مثل ما تشوفون دراسة تأكد على المعلومة نذكرها أكثر عن مرة، ألا وهو قلة النوم أو عدم الحصول على قسط كافي من النوم ممكن أن يعجل في إصابتكم بعض الأمراض الوراثية. وعدم انتظام النوم المزمن لسنوات وسنوات يعرضكم لإصابة أمراض القلب، السكري، تصلب الشرايين وغيرها 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 من الأمراض، لأن الجسم للأسف لا يعود قادرا على تجديد نفسه. النوم، الناس دائما بتحكم على النوم، تحكم على عدد ساعات النوم. هالكلام احنا قلناه وايد من قبل. يا جماعة، النوم ليس بعدد الساعات ولكن بجودة النوم أيضا. معناه أن في خلال هالساعات إش كثر نوم عميق أنا أقدر أحصل. مو بس أنا نام 8 ساعات أو 10 ساعات، وأعتقد كثير منكم جرب هالشيء، ينام 10 ساعات إنش الصبح يلاقي عمره تعبان. فجودة النوم بمعنى إش كثر من هال10 ساعات أنا رحت في النوم العميق اللي فيه الأحلام. إذا أنا من هال10 ساعات 6 ساعات نومي خفيف، أنا في المرحلة النوم الخفيف اللي أنا أسمع كل حركة في الحجرة، أشوف لو حطها في الغرفة، هذا ما يعتبر نوم عميق. بالتالي أنا نشو الصبح وأحس عمري تعبانة. وللأمانة في وايد دراسات أنا قريتها قبل عن تأثير وجود الإضاءة في الغرفة على جودة النوم، وجربتها على نفسي. اكتشفت أنه فعلا حسب ما تقول كثير من الدراسات، إذا أنت تنام والأباجورة أو الليت الليلي يكون شغال في الغرفة وهذا يأثر على جودة النوم. تنش الصبح تحس عمرك ما أخذ قص كافي من النوم. أنا قبل كنت أحس هذا مجرد ممكن دراسة مو مؤكدة أو يعني خرافة، لكن قريت كثير من الدراسات وطبقتها على نفسي، اكتشفت فعلا لازم ننام في عتمة. طبعا مو بالعتمة ما تروم تشوف فيها يعني قدامك، لا يعني نطفي الليتات، ولكن هناك إضاءة خارجية من برا، وبعد فترة أصلا العين تتعود. لكن لازم ننام في العتمة، ما ينفع ننام والتليفون عدانا يومض كل شوية لما تينا إشعارات حتى من غير صوت، حتى والله يخليكم من غير هزاز. الناس تنام والتليفون على الهزاز، ليش؟ والله استوى طارئ. الهزاز هذا أكثر شيء يزعج النوم. طفوا الإضاءة في الليل لما تنامون. شو يستوي؟ طالما الإضاءة شغالة أنتم مغمضين عينكم صحيح، لكن توصل رسائل للدماغ أن احتمال بعد نهار، بالتالي لا يساعدكم على النوم العميق خلال الليل، خصوصا الأطفال، لأن هرمون النمو يتأثر إفرازه بوجود الإضاءة. هرمون النمو يفرز خلال الليل فقط. فتخيل تناموا أباجورتين محطوطات عدالك على السرير، على طاولات عدال السرير، استوي كأنه نهار. بالتالي هرمون النمو عندك ما يفرز بطريقة مناسبة اللي هو نمط الليل. وحتى ترى كثير من هرموناتنا، هرمونات الجسم تعمل على حسب الساعة البيولوجية، في هرمونات تفرز في الليل، في هرمونات تفرز في النهار. فعشان أنا أحترم الساعة البيولوجية للجسم لازم أطفي النور وأنام في ظلام عشان أقدر أحصل على قسط كافي من النوم. بعد موضوع العلاقة بالنوم عشان نحصل على نوم أفضل اللي هو النشاط الرياضي. وايد بالناس اللي يعانون صعوبة في النوم دائما ننصحهم بممارسة النشاط الرياضي. نقولهم مارس رياضة نص ساعة مو قبل النوم، لا، تمارس النشاط الرياضي العصر، نص ساعة مشي، ركض، أي نوع من أنواع الرياضة اللي تحبنها، عشان مثل ما نقول تتعب شوي بالتالي يستوي نومك أفضل خلال الليل. وهاي وايد دراسات عليها، وايد مرضى استفادوا منها. المشكلة مو بهني، المشكلة الناس تقول لك الحجج المعروفة، ما عندي وقت، أنا تعبان، متى بمشي، ما في مكان، ما أقدر أشترك في الجيم. هذه الحجج اللي ما تخلص. أنا
أقول لكم كل شخص يبغى يخلي الرياضة نمط من حياته الصحي أو حياته اليومية لازم يتعود أن يتغلب على هذه الأعذار. إحنا لما نقول مارس الرياضة ما نقولك اشترك في أي نادي رياضي، امشي الحين ما شاء الله الممشى موجود في كل مكان، ما أعتقد في فريج ما في ممشى، وبلادنا ما شاء الله أمان، حتى لو ممشى شوي بعيد عن بيتك امشي في الفريج، لكن لازم أنت تبتدي بأول خطوة أن أنت تنش وتلبس لبس الرياضة وتكرم جوة الرياضة وتطلع تمشي. في ناس يقولك أنا وصلت البيت ما رم أطلع مرة ثانية، خلاص أتهايز أتعب ما أقدر أطلع. الحل الأمثل وأنا مسويتنا مع نفسي أحط عدة الرياضة في السيارة، تكرم جوتي الرياضة ولبس الرياضة موجود في السيارة معاي عشان ما في عذر. أنا أدري واحد يوصل البيت خلاص يبدأ يريح ويشوف عياله وفي البيت وغدا خلاص ما يبغى يطلع مرة ثانية. فإذا أنتم من هالنوع من الناس خلوا عدة الرياضة، بدلوا في الدوام نهاية الدوام وروحوا مارسوا أي نوع من أنواع الرياضة، صدقوني بتكون حالكم أنشط، بتكون أكثر نشاطا من لو وصلتوا البيت. فنتعلم يا جماعة إحنا نتغلب على بعض الحجج اللي عندنا عشان ما نمارس النشاط الرياضي. مثل ما قلت لكم ما نطالب وايد، نص ساعة 5 أيام في الأسبوع، يومين بريك، يومين لكم أنتوا، لكن لازم مارسنا أنواع النشاط الرياضي عشان نحافظ على صحتنا، نجدد خلايانا ونحسن صحة القلب. فما نبحجج من يوم رايح، مهما كانت الحجة تغلب عليها. احنا الحين وصلنا لنهاية برنامجنا برنامج صحة وسعادة، شاكرة لكم وجودكم معايا على مدى ساعة على الهواء، ان شاء الله كنت خفيفة عليكم وان شاء الله طرحت بعض المواضيع إلا تهمكم. عندكم اي موضوع حابين نطرحه تواصلوا معنا دائما في صحة وسعادة على قناة نور دبي. شاكر لك عيسى سبيل وجودك معايا اليوم في الاخراج، وهذه كانت محدثتكم دكتورة ندى الملا. ان شاء الله انا التقي معاكم ان شاء الله بالحياة الاسبوع الجاي. اقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.